نحن وقفنا المرة اللي فاتت عند ايش؟ عملنا الفور، عملنا الفور عندنا اكسبشن بس. وعملنا قبله على الأريت. تمام بالضبط، عملنا فورم وضفنا على وين؟ على الاري. الأريت. Yes. What next? The next, I think، خلينا نشوف بس. احنا لقيت مثلا، شايف عندنا هان، في عندنا كليتهم هدول في لي اوت. تمام، مثلا بتفصل هذا، بدي الغي اللي اوت، بدي الغي اللي اوت اللي فوق. تمام، طيب. يعني لما بدي اياه ينتقل على الصفحة ما يكونش اللي اوت هذا موجود. تمام، كيف هذا بنعمله؟ تمام. بنروح مثلا صفحة الاباوت او الصفحة اللي بدنا اياها داخل السي شارب القواس. انا شوي شوي علقت. في عنا ايش اتريبيوت اسمه layout، layout capital، بتقول له ايش مثلا null. تمام، قلت لو شغلنا هيك layout اللي فوق هنا بده يختفي. شفت كيف اختفى؟ لاي اوت نل. طب هل جيت مثلا انا في عندي مثلا بدي اعمل لاي اوت تاني، تمام، بس لصفحة الهوم، ايش بدنا نسوي؟ بتيجي انا بصفحة تفتح نيو فايل، قلنا المرة اللي فاتت في ان ايش الرايزو اللي اوت. تمام، الرايزو اللي اوت هذا مثلا بتيجي مثلا تسميه هوم، هوم لي اوت. تمام، لقيت الرايزو اللي اوت هذا بدك تستخدمه مثلا في صفحة ليش، صفحة الهوم وصفحة الاندكس مثلا. تمام، لقيت احنا بنيجي على صفحة الـ About، بنقول لها ايش في الـ Layout هنا، بنقول لها Home، Home Layout. تمام، ونيجي على صفحة الـ About، صفحة الـ Index، برضو بنقول له نفس الفكرة. لقيت عشان احنا نميز احنا نقول له هنا مثلا، نقول له ايش، نقول له هوم لي اوت، هوم لي اوت. لو شغلنا وطفينا هيدو ايش، نقلنا على الهوم لي اوت. لقيت احنا بس نقلنا على صفحة الهوم لي اوت ولغى اللي اوت التاني. ليش؟ لانه احنا اصلا صفحة الهوم، صفحة الاندكس غيرناه. فاحنا لو كتبنا انا برايفسي، برايفسي المفروض برايفسي، كيف كلمة برايفسي؟ برايفسي، اوكي. فايش المفروض وين يوديني؟ على اللاوت القديم، لانه البرايفسي لسه داخل اللاوت ايش القديم. ايتو ايش قاعد بنقل المفروض؟ الموضوع هذا عارف ايش بتاعي؟ ايه؟ الموضوع هذا بيساعد انك تعمل ترجمة الفايلات في المنصة بالعربي، نفس الفكرة بالضبط. ألو، بس ليش أنا مش قادر ينقلني عليه؟ هوم، هاي هوم، about،
طب لو اللي اوت هذا، الهوم لي اوت هذا اللي حضرناه، نعم اخذناه وضفناه في الشير بي اوت. انا لقيتها على نص المقطع هذا، بس خلينا ايش شوف ليش انا في مشكلة. اشتغل المفروض غيرته. اها ايش المشكلة هسه؟ الاباوت والاندكس، الاندكس لسه هان، نرجع الاباوت، نخلي الاباوت زي ما كان، هيك المفروض ايش يشتغل. شايف قيد ايش هذا في هوم، في هوم لي اوت، والبرايفسي في اللي اوت. فايش انت بتقدر تعمل الحركة هاي؟ تمام. طيب انت بتقول لو نقلنا هذا على الشيل اوت ومش صح، تمام، والشيل اوت خليه زي ما هو، البيانات هذه اللي فيه. بس الفكرة الرئيسية، تمام، انه هلقيت انا لو عندي مثلا 20 واجهة، بدي اقعد الف على كل صفحة صفحة اضيف فيها الفانكشن الاتريبيوت هذا، تمام. هذا غلط ولا شيء. ففي عندنا شيء اسمه ايش اللي هو، بس هذا بدك تحطه وين؟ داخل الهوم. ايه ايش هو اللي هو المفروض ايش اسمه يا نور؟ المهم انا بعرفش اذا موجود عندي، بس غالبا حيكون موجود عندك، اسمه فيو ستارت. هيا رايزو فيو ستارت. تمام. بس انا اخذ هدول هيك، لقيت الفيو ستارت هاد بغنيك انك تعرف الاشي هنا مرة واحدة، تقول له مثلا اللي اوت تبع كل هدول اللي هو الهوم لي اوت. تمام. فكلية كلية هذه الاشياء، بس طبعا بدك تعرف الاشياء هاد، كلية هدول بصير يفهم من انه اللي اوت هدول الرئيسي تبعهن، شو اللي اوت تبعهن هو ليش الهوم لي اوت. فاهم علي كيف؟ وانا عملت قول معي اللي اوت خاص في الاوثنتيكيشن 100%، 100%. رحت عملت برضه فيو ستارت للاوثنتيكيشن هذه، يعني مثلا سميناها فيو ستارت. تمام. البيت المفروض على كلامك انه كل اللي في الفولدر هذا يتضمنه، يعني يعتبره انه الابو تبعهم هو الفيو ستارت، صح؟ هو ايش، كيف الاي اس بي بتشتغل؟ أول حاجة حتدور داخل الهوم، داخل الكنترولر، عندنا هوم كنترولر، حيروح على باكج اسمه هوم. تمام. الباكج اللي اسمه هوم هذا حيبقى حيدور مثلا على فيو ستارت وهوم لي اوت. تمام. فيو ستارت ولي اوت، تمام، اللي هي احنا سميناها هوم لي اوت. تمام. هو حاليا اذا لقاهن هياخذهم من الباكج اللي انت فيه، الباكج اللي تابع له الكنترولر. تمام. اذا ما لقاهنش وين حيروح؟ حيروح يدور في الشير، وحيدور وين؟ في البابليك. اذا ما لقاش هنا ولا هان حيطلع اكسبشن، روح انت على الجيتار. فاحنا ايه، روح على الجيتار هاد تمام، اللي هو اللي اوت اللي احنا عملناه فوق. الهوم لي اوت، الهوم لي اوت
الهوم لاوت في ضفت فيه ال اي اللي موجود هنا، نسخت اللام وضفت. هل قد احنا مثلا يعني عشان نثبت المعلومة نيجي نقول عندنا هنا authentication file، تمام، ضفنا في الاوثنتيكيشن الهوم والاباوت، تمام، زحناهم. لقيت الاندكس والبرايفسي المفترض يضلهن تبعات للاي اوت اللي برا، تمام، الاباوت اللي جوا المفروض يصير تابع للهوم لاي اوت اللي جوا الفايل، تمام. بس احنا عشان نصل لل، قول معي للاباوت، انا بدنا نقول له ايش اتوقع اللي هو اوث سلاش غالبا، والله اعلم. بس انا عشان دخلتها داخل فايل تاني سب فايل، عملت فايل اسمه اوثنتيكيشن حطيت جواته الاباوت عشان ايش افرجيك انه موضوع ال اللي اوت. لقيت الهوم والبرايفسي زي ما قلت لك تبعت للي اوت الرئيسي اللي برا في الشيرت، يعني بطل شايفات اي لي اوت، تمام، وكذلك البرايفسي. لقيت المفروض الاباوت اذا كان المسار صح تبعنا المفروض يفهم انه تابع للهوم لي اوت، تمام، واكيد غلط لانه ما فهمش الباكج هذا تابع، ما عرفش ال ما عرفش يصل للفيو الفيو الفيو ما يعرف ايش يصير. فانا كيف بدي اخليه يصير الفيو؟ ما اعرف ايش يصير الفيو. The layout view home layout could not locate the following location where how how to access view in sub folder in AS view. نشوف كيف بده يوصلها. لقيت المفروض ضيعته زي ما كنا عاملين، بس ايش بدنا نعطيله المسار كامل يا خالد. نعطي المسار كامل هيك، نروح على صفحة الهوم نقول له هذا هيك، ناخذ الهاض ايه. ايش ايش بتقول؟ هيك المفروض ايش حسب ما هو موجود. لقيت دقيقة بس الغي الشير وشارك ثاني يا اخي، سامعك دقيقة، الغي الشير يا برو وشارك ثاني. هاي بدي الغي الشير، مش بدي في صباحي افتح. هيك شاركنا شارك تمام. فاحنا نيجي هان اشتغلت؟ لا فكرة انه انا مش عارف كيف اصل خليه يخش على الفايل ها، انه الفكرة شوية هنا
من شرحتش how to access file in ESP. انت عرفت كيف تلاقيه؟ او خذ او اتوقع ايه هو حيطلع لك نفس الاكسبشن، وعلى كل حالات مش هتظبط، بس خلينا خلاص انسى. المهم خذ، هو حاليا بطل شايف اللي اوت لانه ايش زي ما قلت لك، لانه اللي اوت هذا صار بس للاباوت اللي جوا هنا، لانه ايش اللي اوت حيصير على مستوى بس الباكيج اللي هو فيه. تمام، بس كيف نصل للسب فولدر داخل فولدر عاد هذه من نبحث عليها وبنحكيها. مية مية سمعني؟ مية المية سامعك، بس انك تضيف عندي. تمام، فلقيت الامور مية مية. طب فهمنا كيف نعمل اكثر من لاي اوت. واذا في عندنا اللاي اوت الرئيسي بنشتغل على اللاي اوت الرئيسي. مية مية. هسا عيات ايش بدنا نعمل؟ بدنا نشبك مع الداتابيز. كيف بدنا نشبك مع الداتابيز؟ تجاور عندك يعمل لك ريدايركت على الصفحة على الباب. لا لا ما زبطش، لانه بقول لك الباث غلط، بكون في مشكلة هان. طب دقيقة خليك معايا، هنا في طريقة قدامي فاهم كيف؟ اللي هي فيو سلاش امور هاد. لا ما نشوفها بيشتغلها كلها.